هاي جايز، كيفكم اليوم؟ رجعت لكم فيديو جديد من قناة إسراء جيمر وبصوت دانا جيمر، أخت إسراء جيمر يعني اللي ما بيعرفني. فاليوم جايز، مهما أنه نزل تحديث جديد اللي هو تحديث السنافر، ضروري راح ينزلون يعني صناديق، يا صناديق دايما يعني في كل تحديث بينزلوه. فاليوم راح نشوف الصناديق الموجودة في هذا التحديث. فيا خليكم على اخر الفيديو، حطوا لايك، اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اي جديد. هلا خلينا نبلش. فخلينا نروح لهون، واول صندوق راح افرجيكم اياه هو في منصة تبع الرقص، منصة الرقص عرفتوها هي هذه. فموجود فيها صندوق وين؟ هون، شفتوا هذا. فما يمكنكم ابدا تدخلون كذا، ما يمكن تدخلون كذا يعني. فكيف راح تاخذون هذا الصندوق وانتم ما يمكنكم تدخلون هون؟ فراح نتحول لبيبي، راح نصير بيبي صغير. اوكي، نصير بيبي صغير وين؟ هون في الحركه، في المشيات هون. اوكي، انا هلا صرت بيبي كيوت، وراح نجي ندخل لهون. اوكي، هيو راح نط نط. يا هذا هو الصندوق الاول، فيه 800 كوين وبس. يا فعندنا صناديق، 5 صناديق. اوكي، فالحين خلينا نروح ناخذ الصندوق الثاني. اوكي، راح نرجع كيف ما كنا. شو اسوي انا؟ What the hell. استنوا جايز. فيا الصندوق الثاني في بيت تبع السنافر، في هذا البيت عرفتوه، هذا اللي ضافوه جديد. لازم ناخذ اشي عشان نصعد لفوق. شو راح ناخذ؟ اعتقد ان المكنسة موجودة هون، صح؟ يس، موجودة المكنسة هون، يعني كتير صار لي زمان على المكنسة. اوكي، يلا اصعدي فوق، بليز اصعدي فوق. ما يمكن تصعد فوق ولا شو؟ يا يمكن. اوكي، لا اصعدي فوق. فهذا هو الصندوق الثاني، شفتوا هذا هو الصندوق الثاني. اوكي، استنوا جايز، استنوا هيكا. اوكي، شوفوا هذه اخذت المنطاد. اوكي، هلا اخذنا الصندوق الثاني، ياي. الحين راح نشوف الصندوق الثالث. فالصندوق الثالث هو في هذا المكان، بس تبعوني حفرجيكم هلا هلا هلا. اوكي، يلا يلا يلا، الصندوق الثالث لقيته هون. اوكي خلاص، ما نحتاج هلا للمكنسة. اوكي شوفوا، اوكي شفتوا، هو هذا، ياي. وهذا هو الصندوق الثالث. الحين الصندوق الرابع، اصعب صندوق، عن جد اصعب صندوق. اوكي يلا، خليني هلا نروح ناخذ الصندوق الاخر. اوكي، بدي اركب على المكنسة لاني حبيت المكنسة. انا صراحة كنت في التحديث تبع المكنسة، كنت في التحديث تبع المكنسة والهالوين، يعني عشان لا تستغربوا. لانه انا كنت بلعب بيكي اكس تي، يعني اذا ما بيعرفني ما يعرفوني، يعني كنت بلعب بيكي اكس تي. اوكي، وين الاركيد؟ وين الاركيد؟ اوكي هون. فراح نروح ل اركيد، والصندوق راح، او لا تضربني لا تضربني، الصندوق راح نلقاه هون. اوكي، في هذا المكان، بس هو كتير صعب عشان ناخذ. اوكي، لا 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 تسقطي لا تسقطي لا تسقطي. اوكي، يعني في الشارب تبعه. اوكي شفتوا، هو هذا، بس المشكلة ما ادري كيف راح، ما ادري كيف اخذه. خلينا نجرب نسوي نفسنا بيبي صغير. اوكي راح نحاول ندخل للشارب. اوكي، خلينا نسوي محاولات تبعنا. خلينا ناخذ الكاميرا، اذا اخذنا الكاميرا راح تشوفون الصندوق اسمه، هيو شفتوا. فكيف راح نمر لهون؟ منذري. اوكي، راح نحاول نجي كذا. اوكي كذا. اوه، ليش ما يمكن؟ ليش؟ اوكي، انا عندي كثير صعب. اوه ماي جاد جايز، كثير صعب.
اوكي جايز، انا هلا احاول اسوي كل مجهوداتي عشان ادخل للشارب واخذ هذا الصندوق. شفتوا عمزته كتير صعب. اوكي ما ادري كيف راح اخذه. المهم جايز بليز حاولوا معاه، يعني هذا هو الصندوق الرابع. فا يا يعني انا هلا فجيت لكل مكان، انتوا اعملوا محاولاتكم وخذوه، لانه يعني انا شخصيا ما عرفت. بليز قولوا في التعليقات مين اللي اخذوه، كيف اخذته. اوكي عشان ناخذه ممكن اسوي فيديو عنه اذا ما اخذته. اوكي اه يا ربي. اوكي جايز الحين راح نحاول ناخذ هليكوبتر هليكوبتر. اوكي راح نحاول عشان ناخذ الصندوق الرابع لانه ما قدرت. ف يا راح احاول هلا. اوكي يلا يلا لهذا الاتجاه لهذا الاتجاه ليس هذا الاتجاه. اوكي ما يمكن، اعتقد انه لازم اغير الهليكوبتر. اوكي ما ادري الصراحة، اعتقد انه لازم اغير. اوكي راح اشيل هذه وراح اخذ الهليكوبتر اخري. اوكي هذه هي اخر محاولة لي، اذا ما نجحت في هذه المحاولة خلص خلص. اوكي يلا لهذا الاتجاه بليز لهذا الاتجاه. لا 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 استنوا جايز انا ما اعرف اسوق هذه الطيارة هذه. المهم كذا بليز بليز لهذا الاتجاه. اوكي استنوا جايز. اوكي يلا راح احاول اسوي كذا كذا كذا. اوكي ما قدرت اخذه ليش؟ ترى تقريبا قربت 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 بس ما قدرت. اوكي جايز خلاص انا استسلم هلا. اوكي جايز فمو مشكلة ما قدرت اخذ هذاك الصندوق، راح نروح على المدرسة. اوكي المدرسة عشان ناخذ الصندوق الخامس. ياي اوكي ما اخذ الصندوق الرابع. فيا المهم نعتبره انه احنا اخذنا لانه عرف المكان. فهلا راح ناخذ الصندوق الخامس رقم 5. اوكي يلا يلا ادخلي. اوكي الحين دخلنا القسم. اوكي شوفوا هذا شو بيسوون في القسم. اوكي وهي هو الصندوق. راح نسوي الحركه تبع البيبي، مشيت البيبي عشان نصير صغار ندخل داخل. احنا هلا اخذنا الصندوق ياس فيه 3 جواهر. فاحنا هلا اخذنا 4 صناديق بس الرابع ما قدرت اخذه لانه صعب كتير. فانتوا حاولوا معاه ربما تقدرون تاخذوه. فيب هذا هو الاماكن تبع 5 صناديق. قولوا لي اذا قدرتوا تاخذون الصندوق الرابع وخبروني كيف. بس هيك بكون خلصنا الفيديو، احبكم كتير كتير، باي باي.